السلام عليكم. فاطمة زهراء خصال، خويا انا كنت جالسه خدامه تنبيع ونشري، تمو دايزين واحد جوج مضاربين تهجموا لي على المحل ديالي، ما عرفتش انايا قصدوني من دون هاد الناس تدخلوا لي المحل. خويا مضاربين من الصباح وما مضاربين، كنا جالسين واحد الوقت الغدا مشينا نتغداو، تعيطوا لي الناس قال لي اجل المحل تاعك راه طيحوا لك سطوله. ملي جيت ما تلقى حتى واحد، اتصلنا بالشرطه جاو خداو الاقوال مشاو، قال لك غيجيو يديروا معاينه، حتى واحد ما جا عندنا لحد الساعه، احنا باقيين جالسين تنتسناو حتى شي حد ما جا عندنا. رجع المحل ما كنتش فيه، تعيطوا لي قال لي اجل السلعه طايحه في الارض. ملي جينا ما لقينا حتى شي واحد، هما طيحوا هادشي وهربوا. مكرفص هو في الحالة لا يرثى لها، شي ثلاثة سنين دابا، ثلاثة سنين وأنا خدامة بحال الحقرة. أه محقورة، لحتاج دابا ثلاث أيام وحنا تنعيشوا نفس الحالة، كل نهار تيجوا الناس السكيرية تنسدوا مع المغرب، حنا خاصنا نسدوا حتى 11 تنسدوا مع المغرب. أه مع المغرب صافي ولينا كاملين تنهربوا. هو تيجوا هازين الماس ومضاربين، كل واحد هنايا مع بعضياتهم، كل واحد تيجي يدخل المحل. اول البارح دخلوا على مول دابت الحانوت ترسوا لي الدجاج وخرجوا. كاينه السيبه، كاينه السيبه. باش كتحسوا ملي كتطلعوا المحل تخافوا؟ او تنخافوا، اه ولينا تنخافوا. راه كاينه شي 60000، 60000 3000 درهم. عيطنا البوليس، القايد ما عيطناش ليه، عيطنا البوليس جاو داروا المعاينه، قال لك غيجوا الدائره يدير لكم معاينه، ما عندنا حتى شي واحد. اه ولينا تنخاف، حتى الناس البرانيين حتى حد ما بقى تيقدر يدور هنايا، تتبان ليهم ضاربه تيولوا تيدخلوا تيتخباو حتى تيزيدوا في حالهم صافي، حتى حد ما بقاش الامان في المدينه. تتصدع العشيه، تتوصل العشيه تيوصل المغرب خاصنا نسدو الدنيا، يلا تتعمر تيبداو الشنكاره صافي وتمشيو في حالنا. انا دابا تنطلب بحقي، بيت حقي. وسيدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا هاد الباب الشعبي هادي كلها مشاكل ولات عندنا مع هاد الشباب الضائع اللي عندنا هنا في البلاد. اللي يشرب شي قرعه ديال لانكول يجينا يدينا المشاكل هنا وسط المدينه والبلاد. عندنا البلاد دابا فات الوقيته ديال شهر 7 و8 هي اللي عندنا حنا في العام كامل في مدينه اسفي، لان البلاد عندنا خدامه باش خدامه باش عايشين. حنا لخطانا السردي دابا والحوت، ولخطانا شهرين ديال الصيف، وهاد شهرين ديال الصيف دابا اللي عندنا حنا دابا تيجيو عندنا هنا الشمكاره اللي دار بيدو اللي مقرقب. فين هو هذا الامن عندنا حنا؟ فين هو؟ واش الامن جالس واقف في باب الشعب وسيدي بودب؟ خصنا حنا الامن عندنا اللي يمشي اري وروتور في الشارع، خصنا الامن اللي يمشي عندنا في الشارع ديالنا اري وروتور صباح وعشيه يخدم معنا هنا. هذا هو الدور ديال الامن، ماشي الدور ديال الامن غادي يجلس باب الشعب تبقى واقفه تمايا الفارغو ووحده في سيدي بودب واقفه تمايا، وحنايا ديما المشاكل عندنا الناس والناس البرانيين اللي يدخلوا لهذ البلاد هذه. واش هذ البلاد هذه واش حنا بارك عليها، بارك عليها من 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 هذ القهر اللي فيها من زمان، ونزيدوا تبادل الوقيته ديال الشباب ديالنا اللي واقع دابا. وهذ المشاكل كثيره من الشباب هنا دابا، ديما الصداع عندنا، ديما عندنا الصداع، الناس يتخلعوا، هذ الناس يجي اييه واو قبل تجمع المحل ديال الاخ ديالي ديال الذهب ومسدود وضربوه، تخرجت ليهم انايا وقالت انا وصلت منهم، واحد هز قرعه وواحد هز كاش وواحد هز موش، وحنا نبقاو ديما في هذه الحاله هذه. فينا هو الامن دابا عندنا حنا؟ فينا المشكل ديال السيده تكرفصوا عليها؟ هو مناش من قله الامن، كون كان الامن ما توصلش هذه الحاله هذه، هذه الحاله هذه ما توصل لا هي لا اي مول الحانوت ومول الحوانته كلهم مضرورين وباغي يديروا شكايه، غايديروا شكايه كامل غايديروا غايديروا شكايه، لان الضر كثير هذا. واش هادشي تيجينا حنا في الصيف وقت الشتاء والبرد ما كاين ما يدا، حنا جالسين ضرائب علينا واجبات علينا كلشي علينا، ومن تجي بقيت الا نترزقوا على الله ونخلصوا الواجبات الدوله ديالنا حنايا في هاد الشهرين هادي. حنا نجلسوا دابا الناس بقى غاوتوني يتخلعوا ويهربوا. هو الربا هو الصديق ديالي التاجر ديال الذهب، هو دخل عليه واحد اول البارح وهرس ليه الدجاج، ويلا نوريك الدجاجه اللي مهرسه هالبا اول البارح بتشوف تصور الدجاجه اللي مارساكو مفكيتو. انا كان غيريب ليه الفيترينه كامله، انا اللي دخلت الزيت هذاك خرجته من المحل عنده والو ما بينه وبينه حتى حاجه. ها السكره رشقات لي راه دخل عليه وهزوا الروح بالعيال اللي كانوا في المحل عنده. ورا تشدوها بعض المرات راه مع العاشر، والله العاشر تحليت يجوا لك يجوك كاع سكرانين، يلا تحلت مع العاشر. احنا وصلنا للمغرب، المغرب الى ظلام الحرام ما تيجيش واحد ولا جوج، تيجوا بالرباعات.
ثلاثة أربعة اللي ديز بالكلاب اللي هاش السيف اللي هاش زموش اللي ضارب يدوها اللي مقلوب وتحل مع منا تبيع تشري والناس دايزين في الشارع وتيغوطوا وتيخو السيكتور الناس البرانيين دابا اش يهزوا على هاد البلاد هادي اش من نظرة غيهزوا علينا حنا في هاد البلاد هادي يهزوا لنا هاد النظرة هادي وفي البلاصة العتيقة المدينة العتيقة في المدينة عندنا العتيقة اللي معروفة عندنا اللي فيها الخزا وفيها كل شيء يدوز من هنا الإنسان ويجي ويتخلع شنو هو السؤال الأخير هو الأمن تنطلب الأمن أنا لهاد المدينة هادي هذا هو السؤال اللي عندي هو الأمن يعطونا الأمن هنايا يدور هنا في الشارع يمشي ويجي ما يبقاوش واقفين في باب الشعبة أو في سيدي بودهب راه واقفة الصافيك فيها 10 ديال الأمن وما يعطوناش جوج ديال الأمن اللي يدوروا في الشارع باش نأمنوا تا هاد الناس اللي دايزين هنا أمنوا نأمنوا روسنا حتى حنا معاهم